من أين أنت قادم؟ كان عندنا مشوار. مشوار؟ افتح الصندوق. أعطني هويتك. طبعا. يوجد أثر رصاص على سيارتك. أثر إيش كمان؟ خذوه. عفوا سيدي، أنا سمعت تحرير بعض السبائل اليزيديات ورجعوهم لكردستان. أي الحمد لله سيدي. الدكتورة جوانا بنتي وابني وياهم، هم الاثنين وضعهم مختلف، هم مو سبايا، نشتريهم ونهربهم برا الموصل. أطمئن، راح نبذل كل جهودنا على موتهم بس بالوقت المناسب. أشكرك سيدي. عندي خبر سيء سيدي. شنو هو؟ الحاج كان انقبض عليه. من اللي كانوا وياك يساعدوك على تهريب السبايا اليزيديات من الموصل؟ احنا بلغنا انك كنت تشتري سبايا وتدفع بيهم مبالغ كبيره، مع ان صادرنا كل املاكك. من اللي كان يزودك بالمال حتى تشتري السبايا؟ انطق يا كافر يا عدو الله. ليش هو منو اطلق عليكم الرصاص؟ لا تشغلين بالك. شلون ما اشغل بالي؟ حقك، انت ما تعرف شنو انت بالنسبه لي. اشكرك على مشاعرك الطيبه، بس ايا كان اللي تسويه دير بالك على نفسك. بالمناسبه ترى اني بين يوم ويوم اروح على الدكتوره جوانا واودي لها اكل، وقلت لها أي شيء تحتاجينه أنا يمك، وأنا دا أسوي هذا كله على مودك. كاوا رفض يعترف بأي شيء رغم التعذيب. عدد الخسائر في مقاتلينا يزداد بسبب عمليات تهريب الأيزيديات خارج الموصل، وهذا لأن حدودها يستحيل السيطرة عليها وتأمينها بشكل كامل. أريد أن أقترح شيئا بهذا الخصوص. لنا أن نستعين بطائرات الدرون لمراقبة الحدود وكشف أي محاولة لتهريب السبايا. طائرات درون؟ وكيف نحصل عليها؟ ممن أعطونا قبل ذلك الأسلحة الثقيلة المتطورة التي لا يمتلكها سوى الدول العظمى.